رجعنا لكم تاني، برحب فضيلة الشيخ أحمد سويق من علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك فضيلة الشيخ. ويمكن أهلا وسهلا في الفقرة اللي فاتت مع الدكتور مجدي عاشور جالنا سؤال، حد بيسأل إزاي يعني أقدر يعني أصل إن ربنا سبحانه وتعالى يتقبل مني التوبة وإن أنا أغفر كل ذنوبي. فكان من ضمن الإجابة إن أنت تحاول إن أنت تطلع صدقة، تستغفر و و و، ولكن الصدقة اللي هي نفع العباد، اللي هي إن أنا أشوف حد محتاج أقدر أساعده إزاي، ودي يعني ممكن تعلي مرتبة كبيرة قوي وتغفر ذنوب. إزاي ممكن إن إحنا نقدر نصل لمرتبة المغفرة والقرب من المولى عز وجل بإن إحنا نتقرب بنفع العباد؟ الله 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 الله، ما أجمل أن نتصل بما انتهى به معالي الدكتور مجدي عاشور. فنحن يعني نشرف أن نكون من تلامذته. تعالي في البداية نثني على الله عز وجل ونصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. وفيك يا رسول الله تفيض المحابر شوق وتهفو النفوس حنينا إليك، تطيب الحياة بذكرك دوما ويشرح قلب يصلي عليك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها كروبنا وتقضي بها حوائجنا وتشد بها من أزرنا وتكون لنا يوم القيامة نورا يا رب العالمين. اللهم أمين. مهم جدا الكلمات اللي حضرتك قلتيها دي، كلنا في أمس الحاجة إلى هذا الأمر، كلنا محتاجين نرجع لربنا، كلنا محتاجين نكون جنب ربنا. ليه؟ عشان خاطر نكون سعداء في الحياة. ما هو ده كل البشر بيسعوا إلى السعادة، كل البشر نفسهم يكونوا سعداء. إزاي تكون سعيد؟ إنك تكون بجوار مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بقول للنهاردة لكل واحد فينا خطط لمستقبلك من الآن. أيوة، خطط لمستقبلك بأكبر ثلاث مشاريع استثمارية طويلة الأجل. هتغير لك مصير حياتك. هتغير مصير حياة كل واحد فينا. أي والله العظيم، ثلاث مشاريع استثمارية طويلة الأجل. إيه هم المشاريع الاستثمارية طويلة الأجل؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله. انقطع عنه عمله، أيوة. خلي بال حضرتك الكلمة دي، مفيش مصيبة في الدنيا أكبر من الكلمة دي. خلاص بقى، مفيش مصيبة في الدنيا أكبر. أنت مش انقطع عنه الغاز والمية والكهرباء والأكسجين. أنت عارف، شوف المشهد الدرامي ده في فيلم ياباني، فيلم ياباني كان بيصور للناس مدى خطورة انقطاع الكهرباء في اليابان لمدة أسبوعين. يعني أنا بس هصور المشهد ده ليه؟ عشان تعرف يعني كلمة انقطع عنه عمله. المشهد ده جايب منظر الناس وهم واقفين أمام البنوك وأمام ماكينات الـ ATM، عاوز ياخد فلوسه ومش عارف ياخدها لأن البنوك والـ ATM شغالة بالكهرباء، كله بالكهرباء. واقفين في الشارع مش عارفين يتحركوا من مكان إلى آخر لأن المترو ووسائل المواصلات شغالة بالكهرباء. واقفين أمام البيوت مش عارفين يدخلوا بيوت لأن الأسانسيرات شغالة بالكهرباء. منظر الناس وهم داخل البيوت ومش عارفين يخرجوا إلى خارج البيت لأن باب البيت بيتفتح بالكهرباء. منظر الناس وهم قاعدين في البيت ومش عارفين يشربوا كوباية مية لأن مطور دفع المياه شغال بالكهرباء. فالحياة في اليابان الأسبوعين اللي انقطعت فيهم الكهرباء خراب، دمار. شوفي المنظر أصعب من كده. مش انقطعت الكهرباء، المية والغاز والأكسجين وكل شيء، انقطع عنه عمله. تخيل إن في مريض في غرفة عناية مركزة ورفعت عنه أنبوبة الأكسجين ورفعت عنه المحاليل اللي موجودة في الأوردة ورفعت عنه الأجهزة اللي موجودة على الصدر. كل ده ترفع عنه، خلاص أغلق كتابه، كل ده ترفع، الكتاب اتقفل، انقطع عنه عمله. يعني كل ده راح. لذلك سيدنا النبي قال لك لا، في ثلاثة هيوصلهم مية وكهرباء وغاز وأكسجين. ده هم دول في الناس اللي هم بقى من دول اللي خططوا لمستقبلهم في الدنيا. الناس اللي استغلوا المشاريع الخيرية، يعني اللي كل دول انقطع عمله إلا الاستثناء ده، إلا الاستثناء دول الثلاثة دول. يا رب اجعلنا من أهل إلا، يا رب يا رب دايما كده نقول كده، إلا الذين آمنوا، إلا الذين تابوا، إلا فيا رب اجعلنا من أهل إلا، المستثنين دايما يا رب. إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا واحد، إلا من ثلاث: واحد صدقة جارية، إلا صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له،
أو علم ينتفع به. ثلاثة دول اشتغل عليهم، مشاريع استثمارية خيرية طويلة الأجل هتغير لك حياتك. في رجال أعمال يخرج نص مليون صدقة، رجل أعمال بيخرج نص مليون صدقة، الرجل خد المحتاج خد الصدقة وعدى. وفرق كبير جدا من رجل أعمال النص مليون دول خدهم عمل بهم وقف خيري، وقف النص مليون في أي استثمار خيري، وكل اللي بيطلع من النص مليون بيوجهه في أوجه الخير. بيوجهه فين؟ أوجه الخير. أوجه الخير على مدى أعوام اسمه بيذكر بعد 500 سنة العداد شغال حسنات في ظل الأزمة الاقتصادية اللي احنا كلنا عايشينها اللي من دول، وانخفاض لقيمة الجنيه وكثرت، وركز معايا في النقطة دي، وكثرت جيوب الفقراء، والناس رجال الأعمال اللي هو كان بيعطي 20 النهاردة ما عادش قادر يدي 18 و15 و10. ليه؟ لأن ضغوط الحياة بقت عليه كتير. خلي بال حضرتك اللي بيعطي أصبح عنده في قلة في العطاء وكسر جيوب الفقراء، فلازم يحصل تغيير في موضوع الصدقة. ألا وهي موضوع أن أنا أعمل صدقة جارية، أعمل وقف خير لربنا سبحانه وتعالى، إلا صدقة جارية. ومن هذا تقوم مؤسسة نبض الحياة، تقوم مؤسسة نبض الحياة بعمل مشاريع استثمارية خيرية على أرض الواقع. وخلي بال حضرتك عشان نعرف للساده المشاهدين، الناس اللي هم لسه اول مره يشوفونا، مؤسسه نبض الحياه مؤسسه خيريه لها حملات كتير جدا كتير جدا. حمله سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا، حمله دفع، حمله ستره، حمله ستره اللي هي تزويج الايتام الغير قادرين على الزواج. خلاص، ومن خلالها بنسد ابواب مشاكل كتيره جدا. زي بتخش بقى في ديون غارمات والكلام ده كله. حملات كتير جدا، حملة بناء مساجد ولها شروط معينة، حملات كتير جدا. حملة أطعام الطعام. نشوف من إحدى الحملات دي، إحدى المشروعات، وهي آبار المياه في مطروح، وهي من المناطق النائية زي ما حضرتك قلت. نشوف تقريرنا ونرجع تاني. ما شفنا في تقريرنا فضيلة الشيخ ان ممكن ما اقدرش اوصل الصدقه، او اللي انا عايزه اعمل حاجه زي مطروح، طبعا معروف ان هي من المناطق الحدوديه او المدن الحدوديه، ازاي ممكن ان انا اتواصل مع المؤسسه في ان انا اساهم في حاجه زي كده؟ وبرضه عشان نفهم اكتر
ان هل تعد الابار من الصدقات الجاريه؟ تمام. اولا انا بس الساده المشاهدين يعرفوا ان مؤسسه نبض الحياه ليها حملات كتير جدا. من ضمن هذه الحملات حمله اسمها حمله سقي الماء في الاماكن الاكثر احتياجا. اللي احنا هنتكلم النهارده عنها. تحت الحمله دي في اربع انشطه. النشاط الاول او الجزء الاول اللي هو وصلات الميه وعدادات الميه، وبفضل الله لنا فيها اكثر من 4000 وصلات ميه ما شاء الله. بعد كده حمله او جزء محطه لتنقيه وتحليه المياه. بعد كده رقم ثلاثة ابار ارتوازيه اللي بتجيب الماء منين؟ من باطن الارض. رقم أربعة في حمله سقي الماء ابار تجميع مياه الامطار اللي احنا شفناها في المنظر ده. والفرق بين البير اللي احنا شفناه هنا اللي ما فيش عليه حنفيات، اللي ما فيش فيه حنفيات، اللي ما فيش عليه خزان ميه، اللي ما فيش فيه مطور، فرق بينه وبين البير الارتوازي اللي بيجيب ميه من تحت الارض اللي بيبقى فيه حنفيات وبيبقى عليه خزان ميه وبيبقى فيه مطور. طب ليه هنا ما بيكونش فيه الكلام ده؟ لان ده بير حصاله بيجمع ميه المطر. تخيلي لو عليه حنفيه وعاد صغير نسى وساب الحنفيه بالليل فتحها خلاص، او اي موقف حصل الحنفيه اتفتحت بالليل الحياه راحت. لكن التاني بتاع تجميع مياه اللي هو بتاع البير الارتوازي اللي بيكون في وجه قبلي، طبعا الميه تحت الارض خير طبعا، كل واحد طبقا للمكان وطبقا الله يفتح عليك. يعني انا ما بروحش هناك صحراء براني، هناك مش هينفع اعمل وصله، مش هينفع اعمل محطه لتنقيه وتحليه المياه، مش هينفع اعمل هناك بير ارتوازي. الحل الوحيد، المصدر الوحيد للميه عندهم الا وهو بير تجميع مياه الامطار زي اللي احنا شفناه ده دلوقتي. بنشوف عندنا في مؤسسه نبض الحياه ما بنجيبش بقى ايه ناس محتاجين وعاوزين ويا بالله عليكم لا لا لا، ما عندناش الكلام ده. احنا بنوري الناس انجازات على ارض الواقع. حلو قوي. وده المهم عندنا في مؤسسه نبض الحياه، ان هي بتسعى لامرين: ثقه ومصداقيه. ثقه ومصداقيه زي لما واحد يجي يقول لي انا عاوز اعمل بير لاخواننا هناك، بقول له حاضر البير بتاع حضرتك بعمله لك، وبعمل لك عليه رخامه عليها اسم حضرتك، رقم مسلسل البير، في عقد بيتكتب بين المؤسسه وبين المتبرع او المساهم او المشارك مع المؤسسه. وبتوضع الرخامه وبجيب الناس اهل المكان يقولوا للي تبرع للي ساهم للي شارك ان صدقتك اموالك امانتك وصلت للمكان هنا للمستحقين، وانا بستفيد منها، والبير بتاعك دخل حيز التشغيل، واحد مشايخ مؤسسه نبض الحياه بيكون موجود وبير بير بنعد عليه، وبنبعت الفيديو ده مجمع للانسان اللي ساهم وعمله. اضف لذلك ان انا ببعت له اللوكيشن بتاع المكان عشان لما يفضى بعد سنه 15 سنين عدى يجي يشوف صداقته ويشوف عمله الصالح. رقم ثلاثة، انا بدعو كل من يريد المساهمه والمشاركه مع المؤسسه انك تعالى شوف بعينك عملك اللي اتعمل. في اكتر من كده مصداقيه؟ نعم. احنا نبض الحياه بنقول الكلام ده، سواء في زرع نخيل، سواء في حفر ابار، سواء في اي شيء، سواء في بناء مسجد، سواء في حمله ستره، سواء في تسقيب بيوت، سواء في كل شيء، بقول له تعالى بنفسك شوف بعينك وازرع بايدك وشوف كل الامور. في مصداقيه افضل من ذلك؟ حاجه جميله. هو المفروض ان هو بيتم حفر البير والقائمين بعد كده في متابعته المؤسسه مع اهل المكان او اهل المنطقه اللي موجود فيها. طبعا انا بشوف ان الانسان ده محتاج ولا لا ازاي، بناء انا عارف طبعا ان الانسان اللي قدامي ده محتاج. لكن انا عاوز ورق يثبت ان هو فعلا في امس الحاجه الى هذا. وطبعا لو هو بيخدم عدد كبير، البير ده بتاع تجميع مياه الامطار بيخدم الاسره الموجوده في المكان. ليه يا فندم؟ تخيلي ان ميه السنه كلها هي موجوده في المكان ده، ما عندوش حنفيه، كل لما يحب يصحى الساعه 2 بالليل 4 بالليل الساعه 2 الظهر يفتح وشغال 24 ساعه زي ما احنا عايشين في نعم. وللاسف واجه بحر مش حاسين بالموضوع ده والله. صحيح. ده الميه لما بتقطع عندنا ساعه احنا بنتجنن. صح؟ ده طبعا ممكن الكهرباء تقطع يوم مش هنحس. طبعا تخيلي ان شفت انقطع عنه عمله، كهرباء ضاعت، شوف الحياه خربت. تخيلي لو الميه قطعت في الحي اللي انت حضرتك عايشه فيه اسبوع، طبعا الحياه مستحيل. مش هتخرب. هنموت. هم دول الحياه بالنسبه لاخواننا في صحراء براني، ويعلم ذلك الناس اللي هم جنبهم يعرفوا قيمه الكلام ده. نقطه الميه اغلى، مش نقطه البترول، اغلى من بنزين البنزين لان البير. حتى لو هو مش متوفر عنده البير ده،
اللي احنا بنشايفينه حاجه ممكن تبقى فيها ان هو ياخد من البير زي ما حضرتك قلت في اي وقت هو محتاج ميه، ممكن ما يبقاش موجود اصلا، يبقى محتاج ان يبقى يدور على بقى جار بعيد عنه في قد ايه ياخد منه. واقول لحضرتك حاجه، طبيعه المكان في صحراء براني مساحات شاسعه ما بين البيت والبيت كيلو كيلو ونص، فعشان خاطر بيروح وبيجي مسافه شاقه. وعندهم حاجه اسمها عربيه بيقولوا عليها كروزه، اللي هي عربيه لما اخذ في اللفظ بالحمار، وبيروح عشان خاطر رايح جاي رايح جاي. فلما بتوفري له الميه، الحياه مش الميه، جنب بيته، نعم. انت بتوفر عليه مشقه، عناء، بتوفر على اب شيخ كبير، امراه عجوز، اطفال بيتنعمهم بوجود ابوهم وامهم جنبهم، لان مسافات رايحين جايين بيضيعوا وقت وبيضيع مجهود وبيضيع امور. سيدنا معالي الدكتور مجدي عاشور بيقول لك والله عاوز تقرب لربنا عز وجل، الطريق سهل اهو. في الايام اللي احنا فيها دي ان جيوب الفقراء كثرت في هذه الايام، نعم. يعني محتاجين ان روح له، روح له فيها مغفرة. ده احنا في الايام دي يا فضيله الشيخ محتاجين ان احنا نعمل كده اكتر، فعلا اكثر، يعني ان احنا نطلع صدقات اكتر جدا، وان احنا نتقرب اكتر حتى يعني تفك الكربات، وحتى يعني تنفرج كل الهموم. كلنا محتاجين في هذه الايام حياه طيبه. والله لو تعرفي سوبر ماركت بيبيع حياه طيبه، الملوك والامراء والرؤساء هيجروا يشتروها من المكان ده قبل الفقراء. ليه؟ الحياه الطيبه موجودة في المكان. تخيل بقى ربنا قال لك الطريق، يلا عاوز تعرف تشتري حياة طيبة كلها سكينة، كلها بركة، كلها تيسير، كلها توفيق من ربنا. أربع حاجات لو مش موجودين في الإنسان حياته صفر. سكينة بدونها في قلق واضطراب، بركة بدونها مفيش قيمة للشهادات، مفيش قيمة لزوجة بدل ما فيش فيها بركة، مفيش قيمة الأولاد بدل ما فيش فيهم بركة، مفيش قيمة للشهادة بدل ما فيش فيها بركة. تيسير من الله عز وجل، يقول لك أنا بطلع عين عشان أجيب الجنيه، لأن في صعوبات في الحياة. لما ربنا بييسر له بيوفقه بيديله سكينة بيديله بركة، فتلاقي الحياة طيبة. كلنا محتاجين ده. أقول لك إزاي؟ قال سبحانه وتعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إيه النتيجة؟ فلنحيينه حياة طيبة. الحياة يعني أنت كنت ميت؟ والله كنا ما أموات، كنا أموات قبل ما تعمل العمل الصالح. والعمل الصالح البير ده لما تعمله انت ربنا بيحيك حياه طيبه، لانك احييت اهل المكان حياه طيبه. نعم. الناس والله محتاجين اللي يدلهم على الطريق. الناس كلها فيها خير، بس اللي يدلني اهم حاجه يكون عندي ثقه في الشخص ده او مصداقيه في الشخص ده، وهتوجه على طول. انا بقول لحضرتك مؤسس نبض الحياه ولله الحمد بتعمل على مرأة ومسمع من الجميع، وبتقول لك المكان ده فيه ثقه في مصداقية، وبتقول لك تعالى إخواننا هنا في صحراء براني بير ثمنه 25,000 جنيه. ياه أنا معيش ما عنديش المقدرة أن أنا أعمل البير ده. ممكن يشارك مع كذا حد، ممكن نشارك مع كذا حد. جميل قوي 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 إنك لما تلاقي شباب زي هندسة اتصالات جامعة المنصورة اتجمعوا مع بعضهم وعملوا بير لتجميع مياه الأمطار عندنا في مؤسسة نبض الحياة. الله. جميل قوي لما تلاقي طلبة كلية صيدلة جامعة عين شمس اتجمعوا مع بعضهم وعملوا بير زي اللي حضرتك شايفينه ده. جميل قوي لما تلاقي عيلة مع بعضهم تكاتفوا مع بعضهم وعملوا بير زي ده. اعمل جروب كده على الواتساب زي ما احنا بنتجمع عشان خاطر نروح المكان الفلاني، نعمل جروب على الواتساب، وكل واحد اللي عنده مقدرة ده يدفع 100 وده 1000 ودي 4 ودي 5، وتعملوا كده بير عائلة فلان، ويجتمعوا على البر والتقوى. ربنا يبارك في حضرتك. أنا بشكر فضيلة الشيخ أحمد دسوقي، ويا رب كلنا نجتمع على كل عمل خير يا رب، ويكون إيدينا كلنا في إيدين بعض حتى في الأوقات الصعبة دي، أكيد الدنيا هتمر أسهل بكتير. تعال نطلع فاصل نرجع تاني. مع لوفي سكري مظبوط، لوفي متوافر في جميع الصيدليات.